واخر حاجه هنعمل فطائر كده من البطاطس وقشر البطاطس وقشر البطاطا، هتكون مقليه عامله زي كيك او يعني فطاير كده البطاطس العاديه خالص اللي بنعملها بالبطاطس المسلوقه. هنعملها بقشر البطاطس حوالي 2 كوب، قشر البطاطا حوالي 2 كوب، نص كوب بصل اخضر مفروم، ربع كوب اعواد الكزبره. احنا برضو بنرمي الاعواد بتاعه الخضار، هنستعمل اعواد الكزبره مش الورق، وواحد معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره ملح، ربع نص معلقه صغيره فلفل اسود، واحد بيضه، نص معلقه صغيره شطه، واحد معلقه صغيره ثوم بودره، و50 جرام نشا. هحط قشر البطاطا في الفود بروسيسور وهحط معاها قشر البطاطس، نضربهم مع بعض شوية الأول. بعد كده هحط معاهم بقية المقادير، عيدان الكرفس والبهارات الشطة، ملح، فلفل، وآخر حاجة البيضة طبعا حطيتها والنشا، ونضربهم كلهم مع بعض. كده احنا جاهزين نقليهم على النار مع شوية زيت مش كتير. اوكي، اجيب معلقة ايس كريم واخد من الخليط ده واحط فيه، الطاسة على نار يعني متوسطة، ونبتدي نقليهم مع بعض.